عسلامة. عسلامة ما سافا تري بيان. موضوعنا اليوم يحكي على الاحترام. احترام اليوم مازال موجود ولا ما عادش؟ الاحترام لا أراه موجودا، لأن الاحترام سيدتي يبدأ منذ الصغر، من العائلة، منذ الطفولة الأولى، بين الأب، بين الأم وبين الإخوة. الاحترام الآن نراه بدأ يضمحل شيئا فشيئا. لماذا؟ لأن الاحترام الأسري بدأ هو الآخر يضمحل. هذا يتطلب وعي كبير، يتطلب فلسفة، يتطلب إدماج الآخر، إدماج الطفل في عالمنا، في محيطنا، وقليلا قليلا يتدرب على الاحترام، خاصة والعائلة التونسية بدأت تتفكك، بدأت تنهار لأسباب أو لأخرى. لذلك الطفل عندما ينشأ دون احترام وينشأ دون وعي، والاحترام هو الذي يولد الوعي لدى الآخر، وبالوعي يكون المجتمع ويكون الشاب الذي نريده أو المرأة التي ننتظرها أن تكون. اليوم شنو هو اللي يخلي يعني الاحترام ما عادش موجود في العائلة؟ سخطو نحكي وتوا على الاحترام بين أفراد الأسرة، كم اللي خليه معناها يتنحى؟ كما قلت لك، التباعد بين الأم والأب، التباعد بين الإخوة، وثم الملتيميديا، هذه التي بدأت تفرق أو بين الإخوة، بين العائلة، بين الأفراد. كما قلت لك، التربية والاحترام تكون منذ أن يكون الجنين في بطن أمه. فيش الاحترام، الأب يحترم الزوجة، لا يصيح، لا يتفوه بكلمات بذيئة، وخاصة الآن ترين أن في الشارع التونسي الشاب والشابة أيضا تتفوه بكلام بذيء، تقول دون أن تحترم المرة، دون أن تحترم السامع. وحتى في المسلسلات، ألا ترين أن بعض المسلسلات والأغاني سوقية جدا مع الاحترام لبعضها، أما البقية فإننا حتى في البلاتو، حتى في البلاتو التلفزية تلفزة، ترين أن الأعصاب تتشنج ويتفوه الجميع بكلام لا يحترم به الآخر. لماذا؟ وأؤكد على قلة الوعي. فن التعامل أسميه أنا الاحترام، أسميه بفن التعامل. من الصعب أن تنجح في تعاملك مع الآخر، لابد لك من خلفية معينة، من ثقافة ليست بالشهائد، تعامل ليست شهائد، وإنما كيفية، كيف ندخل إلى الآخر، كيف نتأقلم معه، وكيف نفهمه ونجعله يفهمنا ويحترمنا. يعني اليوم اللي في التلفزة، الكلام اللي في التلفزة، في البلاتوات، الغناء حتى اللي يسمعوا، حتى في الكتب، أنا كاتبة، حتى في الكتب أحيانا تقرأين أشياء يسمونها المسكوت عنه. كل شيء مسكوت عنه في هذه الحياة، لكن لا، هناك أشياء تقال وأشياء حميمية تبقى بين الحروف، بين الكتاب، والقارئ هو الذي يستشفها ويصل إليه. إما أن أقول هذا الكلام لأنني مثقفة أو لأنني كاتبة أو لأن حرية التعبير تسمح لي بأن أقول كل شيء، أخدش به حياء الآخر وخجل الآخر، فأنا ضد هذا. الاحترام هو قبل كل شيء. هذه حاجة باهية. نحكيو توا في كيما انت جبت لي حاجة مزيانة برشا، الكتب. قلت لي في الكتب راهو ساعات نبداو معناها فما روايات، خلينا نقولوا يعني فيها تغزل، نحكيو إباحي، مكشوف، فاضح. هناك أشياء لا تقال، أشياء لا تكتب، وإنما بالوحي تستطيعين الوصول إليها، تستطيعين الانتشاء بها دون أن نقولها، دون أن نسميها. رو أشياء فظيعة تسمى، لا تفهمي خطأ ما أقوله، أحترم من يكتب هذا، لكنني ضد هذا التفشي اللا أخلاقي بين الشباب، بين الشابات. لذلك يتفشى بسرعة ويسمحون لأنفسهم بما أنهم يقرؤون، كيف تريدين منهم ألا يتفوهوا بهذا وألا يمارسوا هذه الأشياء المسكوت عنها كما يسمونها؟ أنا لا أسميها بهذا الاسم. يعني تنجم رواية هي اللي تحلك إثنية باش تولي كل شيء نورمال.
كل شيء مباح، حتى المسلسلات على طرينا المسلسلات، أي الأحداث والكلام إلى غير ذلك، هم يسمحون لأنفسهم بذلك بتحلتي التعبير. لا يا سيدتي، التعبير عندما أعبر أن أحترمك وتحترمينني. الحرية ما معنى الحرية؟ الحرية تبدأ عندما تتفهمين ما معنى أن تحترمينني، ومن الصعب أن يوجد هذا التوازي بين الآخر وبيني ما لم يكن هذا الاحترام موجود ومتوفر بيننا. لذلك اليوم شنو اللي لازم يتبدل باش الاحترام على قليلة يرجع؟ هات نشوف الجانب الإيجابي. منظومة كبيرة، منظومة أخلاقية ومنظومة تربوية. وأؤكد ربما يبدو لك جوابي غير مقنع، لكنني أؤكد على دراسة الفلسفة. يا حبذا لو يعطونا بعض الشذرات أو بعض المفاهيم البسيطة للابتدائي عن الفلسفة. الفلسفة هي التي تجعل من الإنسان إنسانا يحترم نفسه قبل أن يحترم غيره. وما احترمت نفسي فقد احترمتك أنت، واحترمت كل المجتمع بكل الأديان والأطياف والمعتقدات والسلوكيات. الاحترام شنو يدخل فيه؟ لا تنسميه ببين اللي تجي في الاحترام. الاحترام هو كل شيء، هو كل حياة. دون احترام لا حياة، لا حياة. كل شيء لازم يحترم روح بطبيعة الحال، كما قلت لازم تحترم غيرك، لازم تحترم روح نفسه في تصرفاته، في كلامه، في تعامله مع الآخر. في ولا ربما ندخل هنا أبتعد قليلا، الشعور بالذنب. متى أحس الإنسان بأنه مذنب، بأنه أساء إلى الآخر، فهو قد تخلص من أنانيته، تخلص من سلوكياته المعوجة أو الغير مستقيمة إلى غير ذلك، وأصبح بين ظفرين، ليس متكامل وإنما معتدل نزيه في تصرفاته مع نفسه ومع الآخرين. دونك لازم نبدأ بشوية بشوية، ومنذ الصغر، منذ أن يكون الجنين في بطن أمه، لأن الجنين سيدتي يفهم الصياح، يفهم الغضب، كل شيء يتسرب إليه من خلال الأم. كل التصرفات التي تقوم بها الأم وكل التصرفات التي تعيشها في المنزل تتسرب إليه ويعيشها ويحس بها. هذه نصيحة، هاي نصحتكم هي. بخلي الكلمة الأخرى اللي كنت. والله ونحن على أبواب سنة جديدة، وأنا كما أقول دوما أوصيكم بالحب، أن تحبوا بعضكم البعض. فالحب هو المفتاح الكبير للاحترام، الحب هو المفتاح الكبير لحياة أجمل. والحب هو أنا، هو أنت، هو نحن، هو هذا الوطن الجميل الذي يجمعنا بإذن الله. ميرسي، يعطيك صحة.